بصوا انا ما بطلع كده اهو علشان النجار لسه ما عملش السن. فيلا بينا نطلع. العملية قضت على خير. تصبحوا على خير. باي. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده هنعمل فيديو جميل قوي 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 قوي. هنحضر شنطة المدرسة. هنحضر شنطة المدرسة. اخيرا 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 المدرسة جت بكرة يوم الحد. وقولوا لنا انتوا مدرستكم ايه؟ مدرستكم ايه؟ بتبدا امتى؟ اول حاجة معانا بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب. بصي شنطتي اهي. بصي وهي. بصي يا اصحابي انا الشنطة والمقلمة والزمزمية واللانش بوكس ودوت بتاع دوت عندي من السنة اللي فاتت. فانتوا كمان يا اصحابي لو عندكم شنطة برضو من سنة وشكلها زي كده وحلو ومتمرمطتش معاكم برضو انزلوا بيها. يعني مش محتاجة انك تجيبي شنطة جديدة، برضو اعملوا كده. وبرضو الزمزمية دي بقى لها معايا سنة، ودي بقى لها معايا سنة. الاثنين دول بتوع السنة اللي فاتت. والفيشيال بصوا بقى هوريكم. دي بنحط فيها اللانش بوكس اهي. وبكرة لما رايحة مدرسة هوريكم شكل ازاي. اهي كده حطينا اللانش بوكس عليه. مانا حطيناها قفلنا الشنطة. قفلنا الشنطة حطيناها مقلمتها. والقلم دوت لسه جايباه النهاردة اهو. حطه في المقلمة. دروج نروح بالمدرسة طبعا طبعا. شينا سميكش. ايه ده؟ ايه ده؟ قلت ايدي اول حاجة بقى استيكة مش روج. استيكة روج اسمها استيكة. اسمها استيكة روج لو عايزينها من اي مكتبة. اي مكتبة بتبيعها وحلوة قوي. في المقلمة براية. لقيت براية. براية اهلا. ايه قفلنا المقلمة اللي فيها براية وقلم. حطيت قلم رصاص استيكة براية. المقلمة كشكول علشان تكتب فيه الطلبات بتاع الاساتذه اللي هم عايزين الحقيقه. ونجيب صنصار في الاخر يركنوه عندهم وما نخليهاش نلعب بيه. اسكتي اسكتي اسكتي. مطحوفه. بصي الكراسه الكشكول احطها في البتاع اللي في النص. اصحابي انا وانا بغسل وانا بغسل الشنطه نسينا فيها كشكول زي كشكولين زي دول. فطبعا اتغسلوا في الغسالة وبهدلوا لي الشنطة. فانا هحط الكراسة هحطها في السستر في النص. بوب بوب. وهحط السستر معايا. نو 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 نو. هنقفل شنطتنا. السستر زغنونة حط فيها مسطرة وصابون 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 ماركة. وعندي جل وعندي جل فاعمله سايل كده. انا طيب افضل اعمل كده عشان ونضارتي يا العزيزه الجميله اشوف النضاره دي. انا واخداها معايا المدرسه. تقول لي انت ما بتلبسهاش ليه في الطبيعه؟ واخداها معاكي المدرسه ليه؟ انا عشان السبوره بتكون بعيد عني قوي فبكون في اخر ديسك فبتكون بعيد عني فببقى متنحه كده. مثلا حرف الايه اشوفه الدبليو افضل كده. فبسيفه معايا واستيكر دي الاستيكر دي بس احمد شطان فيها. انا بحب الاستيكر دي نوعها حلو قوي. فابريكا سلاح حلوه. والمقلمه لا شوف استني
اسود، ده احلى نوع. بصي بصي، قرب شوي قرب شوي. الله، واو، وحشة أبي. هنقفل السوسة وهنحط الزمزمية في المكان. زمزمية جميلة برضو دي، يعني بصوا مش لازم أجيب واحدة غير حلوة. اللي مش بكسر اللي عايزة أجيبه 160 جنيه 160 جنيه وهحوش وجهي. بصي 160 جنيه وبس كده. شنطة المدرسة اكتملت، وبكره هوريكم ازاي موحد للمدرسة. موحد؟ ايه؟ بصوا انا اصلا ضايخة قوي وعايزة انام، وانا دلوقتي هطلع عشان انام وش وش عشان اصحى بكره 5 الصبح عشان اروح مدرسة الساعة 11 دلوقتي. يلا. ايه حاجاتنا الجميلة واللطيفة الجميلة؟ جبت المنبه. يلا لون المنبه لقطي على لون قطي. ويلا بقينا نظبطه ازاي؟ هنظبطه ازاي يا بت يا توت؟ هنا يا بت يا توت، هنظبطه على الساعة الساعة الساعة. ظبطناه على الساعة 6 بالظبط. ويلا بقى ننام. يلا نطلع فوق عشان ننام. ماشي سيب المنبه هنا وانا هنوره لك. انا طالع انام انا ماشي. بصوا انا بطلع كده اهو علشان النجار لسه ما عملش السن. فيلا بينا ننام. انا اكرم ماما ماشي. العمليه قضت على الخير. طب هاتيلي المخده اللي هي الخشب دي عشان احطها بمبل السرير عشان انا بتزحلق واحط المنبه عليها. انا دلوقتي هنام، تصبحوا على خير. سلمي تصبحوا على خير. باي باي.